وحي هايستين قرن إيون مصبي هايستين إلهي سبحانه وتعالى وحي أصوى صاري مجاهد كيوينا تاريخ ذا إسلام كقال بالك الدهب كما قرنية قبسك أكدب وكيلها أصوى صاري نكي لوردن شري سيف الدين قدسي وكي سونا كساري تتاركي باي مدك وكي كدفاعي يهود المان تشيغا نيسا إله أرض المقدسة أنك أياره دول كان عرب دول بدن بيلين الدد كان هررتان حكا حيستان هنوغة تغان دول كان لي الحميد محيري فلسطين وحيري هو أرض المسلمين دي قوغي ورابشين روح دو دي كو حفدين كو هيان كو إلاليين فلن أفرد شبرا واحدا تاكا كما بيحين كما أو فرعون كي مصر هايستي أو دمعين وصارا محايا هيدا دباتا وقيستو أو إلهي سبحانه وتعالى كبت باديه واكي سوسيه هاجرة هاجر بي مركا صار وحي سيسي نبي الله إبراهيم عليه السلام أدونتي لسوسيي أي سيسي نبي الله إبراهيم صار مركا هاجر مركا مركا أور قاضي أي صار هناستي وكن نبي الله إبراهيم عليه السلام ككحي أرض الشام ككحي جيي بيت الله الحرام كالكن لقدس إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي سرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إسماعيل سوير يسارة ومهاجرة وكيك قتقي النبي الله إبراهيم الكا كقتقي هدو كتقي ولها كقتقي كدب واحد شيء إسحاق بعد شيء من أولاد إسحاق وحكم ذها يعقوب عليه السلام الله يغني إسرائيل ومعنيه بيهاي أدونك إله اللغة العبرية مركة الشيخ عبد الله وإسرائيل ويعقوب مقعصنا وقرآن كاكسو أروري إسرائيل نواكسو أروري لبضا مقعبا من اللغة العبرية مركة الإرادة وحويا وعبد الله إسرائيل نبي الله يعقوب عليه السلام إن مديسي وإنك قرنية وحسوك لنحمري وكي يوسف هو لاله عيل ككردين وكي مصر لك إيبيي كدب وكي ولاله إيو كحيي ريركب كحيي مركي أو عزيز مصر أكتيس كان نقضي قف عزيز هو شرف لمركو كان نقضي سيدا سيارت الرير بن إسرائيل هاي كدقين مصر كدب نواكي فرعون أما فراعنة دي جرتي قار كمدي واكوي كسو صاري محلق النبي موسى عليه الصلاة والسلام واكي لسو صاري اللي قسو عيدي اللي كاني أرض المصر اللي كاني اللي قسو أيوسو قحان إلى أرض الشام أيوسو قحان لو كان يميكا فلسطين ليدا دا سو قحان أرض الشام باردوكا لورنجري أما أرض المقدسة لورنجري واكوي هالكا وسو قحي إلهي سبحانه وتعالى وكيب بادي وكيب بطن عس هاي كصوت الله بين هالكم كنال كسويس كلكن لقى قضية إريدا وكوي كصوت الله وكوي نبي الله موسى عليه السلام وكيب كوي المرك ادخلوا أرض المقدسة قال لكن أرض المقدسة لكن إلهي الظهيري قال محي لذين قوم جبارين جوكتو حوق وويلون هران إتالو هينين ما أبودي كرب إلى ذلك أن من كاك الريح كرر أما أنوك قادا كرر أنت يجوغا نوالي يقالي ما إنبا إلى ذلك هالكاس نبي الله موسى يقول ذلك إذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون وكي نبي موسى عليه الصلاة والسلام مركو إلهي بريه إلها إلهي قيو أنيقيا والالك إما إن عدك لو فريق جرتها ما جرته إلهي واكي كحرمي أفرطن سنة دوات تاريخ سيرو بودمر عنو حينيا أفرطن سنة واكي لغا حرمي تيهو كنعي كدب أفرطن كي سنة كدب وكو يسود دقي أغار كام حيث قدسي هريريس وكو يسود دقي عبد المقدس وكو يسود دقي روكي وكو يدقنا إلهي باشيكي سبحانه وتعالى يهودي أما الرير بنو إسرائيل إني فسهادين دونان الدنيا اللبجير مركز طوي فسهاد أي سميان أي أرلد فساديان أي سميان حد قدب سميان أي حقا كالقدبان أي كالقوران إنه إلهي سبحانه وتعالى أكين دون أدوم إلهي ليهي وكسفين دون يغنوك كسفين دون تعالى لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا مركز علو إلهيه كبركائيه قوقائيه دغيان كان مركز لتمادان
ee adduunyada fasaxa eeriyada inta aad degantii inaad fasaxaadisaan waxaan idin soo direynaa buu alla leeyahay subxaana wa tacaala cibaadan lana addoomo ilaahay ku xidhan addoomo ilaahay ku xidhan maaha addoomo bani aadam addoommadii maaha waa addoomo ilaahay ku xidhan cibaadan lana ulii ba'sin shadiid fajaasuu khilaala addiyaar jaska waxaa la yidhaahdaa kolka mubdiga laguu soo galo xilli idan maalintii waxun baad aragtaa habeen habeen waa hiil isaga laftiisu habeenka gurcud madow haddii laguu soo gurgurto guryaha laguu soo galo aad intaad baxsay isleedahay cadowgii afka uga gasho dhinacaad u cararaysay baad garan weydo iyo xaggaad u baxsan lahayd baad garan weydo fajaasuu khilaala addiyaar guri guri baa laydinka baadhi doonaa baa la yidhi aqal aqal baa laydinka soo saari doonaa guri guri way dhacday cahdigii bukhtunnasar boqorkaasay dhacday yahuud waa kii aqal aqal looga saaray wuxuu ka dhigay yahuud wuxuu qafaashuu qaato iyo wuxuu qoorta ka gooyuu ka dhigay xabad kagama tegin maxay ahayday reer bani israa'iil ama yahuud kagama tegin maxay ahayday ardul muqadasa qofka kagama tegin baabil iyo waakii dhulka u deganaabuu u raray wuu addoonsaday waata imika yahuuddu masalan dhulka ay ugu badan tahay eeraan baa ka mid a turkigaa ka mid a waxaa ka mid a maxay ahayday suuriya ciraaq baa ka mid a yeman baa ka mid a yani yahuuddu yani waa la firdhiyey qoxoogii baa marka qaar badani waa kuwii madiine iyo agagaarkeega degay khaybar iyo dhulka waa kuwii degay fajaasuu khilaala addiyaar wa kaana wacdan mafcuula arrintaas tu dhacday ba idan latufsidunna fi lardi maratayn baa la yidhi subxaana wa tacaala laba jeer ba dhulka waad fasaadinaysaan labadaa jeer markaad fasaadkaa la timaadaanna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idiin soo diri doonaa cibaadan lana ulii ba'sin shadiid addoomo ilaahay leeyahay oo idinka awood badan buu ilaahay soo diri doonaa addoommada ilaahay leeyahay innagu bashar unbaan sugaynaa bani aadan unbaan sugaynaa soo saama dad bani aadam ahoo socod unbaan sugaynaa abraha ilaahay muxuu u soo diray gaalkii xabashiga ah ee afrikadan aan degannahay ka tegay ee kacbada yidhi dhagax dhagax baan u qaadayaa ilaahay muxuu u soo diray dayran abaabiil shimbiro yaryar buu ilaahay u soo diray shimbir buu iska difaaci kari waaye shimbir waxay ku ridayso iyo waxay ku dhifanayso midnaa iska qaban kari waa ciidankiisii kacasfin ma'kuul ka yeesh ilaahay inuu fayras yar u soo diro xaggiisa waxba kuma ah fayras inuu ilaahay u soo diro aayadda markaad dhandhamiso eed sii socoto faidaa jaa'a wacdu laakhira wacdiga labaad markuu yimaado liyasuu'uu wujuuhakum waliyadkhulu lmasjida kama dakhaluuhu awala mara idan lama odhan reer bani israa'iil baa markan dambe loogu yimid siday markii hore muslimiintu usoo galeen goormay muslimiintu soo galeen baytulmaqdis cahdigii cumar bnu khaaab radia allahu canhu bay soo galeen ma yahuud bay ka kaxeeyeen maya yahuud uguma inayman hal yahuuda laguma oqoonba dhulka cumar radia allahu canhu markii furaha loo dhiibayey ee baytulmaqdis la furayey gaaladii ama nasaaradii markaa joogtay maxay ballan kula galeen cumar heshiiska ay ka qorteen maxaa ka mid ahaa muslimiinta waan ogollahay inay soo degaan oo nala degaan waan ogollahay furihiina waan idiin dhiibnay inuu islaamkuna maamulo waan ogollahay laakiin hal shardi baan leenahay bay yidhahdeen shardigaasi muxuu yahay inaanan waddankaa yahuud lagu soo fasixin yahuud inaan lagu soo daynin yahuud inaan lagu soo daynin oo inan arda almuqadasa sidii looga qaaday haynan dib dambe ugu soo noqon cumar bnu khadaab radia allahu canhu waxyaalle arkay maxaa ka mid ahaa kaniisaddii kelihayd ee kulahayd yahuud oo kaniisatu lqiyaama la odhan jiray maxaa loo bixiyey xilligii nasaaradu ay haysteen ee yahuud dhulka laga qaaday maxaa loo bixiyey kaniisatu lqumaama waxay noqotay meel qashinka lagu tuuro cumar radia allahu canhu isaga oo markaa maxay ahayd sharfaya inuu ahaa beyd cibaado oo mar lagu cibaadaysanayey oo dad maxay ahluddiini ku cibaadaysanayeen qashinkii buu ka qaaday cumar radia allahu canhu ka guray looma ogolaan jirin markaa yahuuddu inay soo xajiyaan markay doonaan wax ka badan saddex maalmood afar maalmood inay joogaan wax ka badan looma ogolaan jirin islaamku musaamaxadiisa gaalo yani nasaara uma ogolayn laakiin islaamku markii u yimid waxaa loo ogolaaday inay soo xajiyaan sidaan xaramka u tegaynahay u yimaadaan markay xajiyaanna hay noqdaan dhulka
meel ay ka yimaadeen ay u noqdaan laana islaamka aqeedadeena waxa kamida la ikraaha fi diin ma la isku qasbay aqeedada ma lagu qasbay islaamka khasab ku soo galmaa lagu dad gali wali waa lagu dilmiya mahi waxa weeye waa lagu bandhigaya waa lagu sheegaya ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idati al hasana wanaag baa lagu sheegaya wanaaga haddaad ku aqbasho soo gashana fa ahlan wa sahlan hadda soo gali weydana qasab ma jiro idan yahuudi sidaas tahay sidaas ay mamnuuc uga ahaayeen markii dambe waa kuwii nasaara عهدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مركيا دمادي عثمان لدلي علي رضي الله عنه وحسنا لدلي الشهيدي عالم الإسلام كاو كوي مدي سدا ما انت هنجوغنو بربر كا ما انت هنجوغنو كلا او كوي مدي غوغو ما انت ان هيستو كلا او كوي مدي او مصر دولة الأوران جري دولة الفاطمية هي كدالتي موصل هي كدالتي دولة الأوران جري دولة حمدانية هي كدالتي دولدا فرابدان او نو عاصي دويلات سلايب كد دولدها لو شيغانايو دولدا نو عاصي كدشين واحد بلاابنتي دغالكي لبخاي الحرب الصليبيه دغالكي معتب ودرر اما ودرر كما هيده معتبك اما صليبك لو دريي او يوروب او دنا او هو غامينايي بقوركي لو اورن جيري فريدريك لو اورن جيري جرمالكا او هو غامينايي waxana soo bilaabay boqorkii faransiiska ee loodan jiray louis ayaa soo bilaabay louis markii la qabtay la siidaayay markii dambe waxa la dhacay u dhintay baa la yiraahdaa kadib markii richter baa yimid oo loodan jiray oo ingiriis aha adu gaalo oo dhani way soo baahaysteen waa kuwii qabsaday maxay ahayday ardul muqaddas ay qabsadeen dadheer kadib ayay qabsadeen waxay haysteen qarni iyo nus bay haysteen إلهي سبحانه وتعالى وحده صو صاري مجاهد كيوينا تاريخ الإسلام كجعل بالك الذهب كأ كم أجرني كم أجرني صلاح الدين الأيوبي من كردش أبوها عرب ما ونعين كردش أبوها عالم الإسلام كي إنه مدعي سودي دولة دي هي رابو مدعي مركي أي مد نقدان ayuu soo galay iyo tagay ila ardul muqaddas maarakada la baxday maarakatu xidiin ayaa gaalada lagu jabiyay markii la jabiyay baytul qudus gacanta islaamka ayuu ku soo noqday ardu shaam oo dhan uu ka xoreeyay gaaladii uu ka xoreeyay markuu dhintay salaaxuddiin al-ayyubi markuu dhintay muddo badan uu ku jiray caalam islaamka gacantiisa uu ku jiray أرض المقدسة إذا أنت إذا كشرتي بحملة صليبية كالتمد دولة الأيوبية الدولة اللي هي ضعيفة ماشي كتالي نيسي هشيس ما لقى له واحد اللي يدي أنت اللبناني حيبها هالكا من دقينا إدين إمان ما ينو ركينا إدين كو إمان ما ينو ركا أرض الشام تاكلا يندقينا هشيس كان كلا أنا لبادي مركا دولة الأيوبية ayaa boqortooyadii dhexdeedii ba kala jab ku yimid ay qaybina dhinac Iraq iyo xaggan qaybina xaggan kala qabsatay qolba qol iska eegaysa marka uu cilada dhinacan dagaal ka gasho dhinacan kale laga soo galaya Andalusna saas ay kulluntay ku halowday gaala ku qaateen waa ku soo galay soo degay meesha la ruha iyo akka dhulka imika ka tirsan maxay ahayd ee dhulkan ay Falastiin la yiraahdo imika maanta yahuuddu ka taliso waxa soo degayaan ay ahaayeen nasaara ay ahaayeen reer Yurub ay ahaayeen talyaani iyo faransiis iyo jarmal iyo maray iyo ingiriis iyo bay ahaayeen halka ay soo degeen waa ku dhulku sidii ku qabsaday markii dambe waa kii la qabsaday maxayd baytul muqaddas baytul qudus saasa lagu qabsaday qabsiga kadib wakiilaha u soo saaray ninkii loo dhan jiray Saifuddin Qudsi wakiisaguna ka saaray tataarkii baa yimid wakii ka difaacay caalamka islaamku sidaa un bay arladan halka dhulkan ardal muqaddasa nasaara iyo muslim umbay ahayd wuxuu ka dhaxeeyay loolanka iyo dagaalku ka dhaxeeyay yahuuddan maanta sheeganaysa ee leh ardul muqaddasa annaga ayaa leh dhulkan carabtu dhul badan bay leeyihiin dadkan ha raartaan ha kaxaystaan ha nooga tagaan dhulkan leh waa dhulkii berigii hore nebi muuse lagu kari waayay degadii lagu kari waayay markii ay degeen dadkii ay la joogeen duqyaanka iyo kibirka maray ku sameeyeen ilaahay u keenay adoomo ilaahay oo ka sifeeyay ilaahay u keenay laga sifeeyay maantana taariikhdu
تي بي كسرعتها يا هلكي أي أسرعتها أي سود شيء مركا يهودي عالم كان واحد كتل يجري الدولة لورجري الدولة العثمانية والدولة التركية هاي عالم الإسلام كأردن بيقتل ليس من مشرق الأرض إلى مغرب هذا يقتل ليس دولة إسلام يا هاي قال عوه شيسي قال مركي عوه شيئين دحنا واحد اللي بيكعية كعضان كعضان عالم كي عربتي بالا دح قالي waxaa lagu yiri caalamka carabta waxa jira maamulkiinu waa inuu quraysh noqdo nimankani waa niman maxay ahayd ay ajama arab ma aha kabaha yaman taynta ay noo jirta ayaa 100 kun oo muslima oo ciidankii turkida ahayd lagu gowraco lagu dilay caalam islaam sawraad baa ku kacay markay sawraad ku kacay dawladda turkiga ay usmaaniyada ahayd waa la jarjaray inta yara imika turkiga la yiraahdo ka soo hadhay إن روش قاتي إن فرنسيس قاتي إن إنجليز قاتي إن با إن با لو لك لك عي ولا لك لك قاتي ولا لك لك تجي إن تاير باكو صهر داي عالم تركي قال لي رادا باكو صهر داي مركي أي مادين وده قال لورين شري بولفور وقرن جي سيدي دي يتبناد آخر كيسي قرن جي سجال يتبناد نبيلو جي سي مركي هاي oday waxa ka talin jiray ingiriis oo loo dhan jiray Balfour inta ka hor Balfour intuu la imani ka hor waxa uu tagay boqorkii muslimiinta loo dhan jiray Abdul Hamid waa boqorkii ugu dambeeyay ee boqortooyadii muslimiinta ee turkishka ah uu tagay waxa ilaadeen deynta dawladda lagu leeyahay in aan bixinno ciidankaagana aan qalabayno dhulkana aan kula hayno kula qabana laakiin noo saxeex bay ilaadeen ardu filistiin dulka nasi oo noo saxeex Abdul Hamid wuxuu yiri Falastiin wuxuu yiri waa ardul muslimiin digogay waraabsheen ruuxdooday ku xifdiyeen ku hayaan ku ilaaliyeen falan u farida shibran waahida taaka kama bixin karo taako kama bixin karo Abdul Hamid wakiil afganbiyay isagii oo manfaaga ku noolo xabsi ku jira waa ku dhintay عالم الإسلام كنا واقين لقائب صدي قائب سيجي إننا واقين نسوق قاري سوالي هذا إنه النهاية قائب نيتوبيا لا نقول دراي قائب فرنسيس قاتي قائب تلياني قاتي قائب كينيا لا نقول دراي قائب محيط إنجليز لا هري وكي شنت سوالي هذا إنه كلا قائبية قال عالم العرب كنا واقين سال كلا قائبية مركز أوح الله بلا ما مركين لسود دجيو يهود إن لسود دجيو اليهود إن لسود دجيو الله كانوا أرض الشام أما أرض فلسطين لكانه أرض الشام ما الله يقانه فلسطين وما قاعد نقدم بيه وما قاعد نقدم بيه محايدة الشام تاية قدم بيه يجوا هاي الله بحينه يعني ما قاعد يجوا حد فلسطينيا وإن من دويها السمين شريعة وحيا الله صلى الله وما قاعد تري تاريخ اليهودي هاي كتب داي وقرن جندو وضياش حلق إلا كاني عقلي على هاي ما أنت تشوفه سو قاعد دجال كي لبعد الدنيا ده سو قاعد دجال كي لبعد الدنيا يلا دجال كي غير يوروب سو قاعد ويجي ينحل لكان اليهود لسو تشينو الوقت ده رهيب تيبا ما أنت هل كاسي تاجن وحسا كان يسا أقون درضا عن أقون ولا هين تاريخ اليهود اللي سو تشيني يحل لكان سو قاعد هينا أقون ولا هيني وحنوه أيسنا دليرتين إن بدن ميريو كبو حيون ليدي dulkan waxa lahaa Israa'iil baa lahayd Yuhuud baa lahayd Arabtuna xilligii fadhil Islaamkii baa laga qaatay xilligii fadhil Islaamku uu galayay Nasaara dulkan loogu tagay Yuhuud loogu ma tagin hadii cid sheegan lahayd oo maanta Nasaara sheegan lahayd Nasaara waxa uu dhalaa waad noogu timaadeen anaga diintii Nabii Ciise ay sanad noogu timaadeen baa oran lahayd laakiin Yuhuud faran loogu qof loogu ma tagin nafaq loogu ma tagin hal qof loogu ma tagin oo Yuhuudiya ما أنت نوح إليه دول كان نوح وين وأرض اليهود أرض اليهود أنت يربى من دون الناية وحكبل من تاب إلى النيل كي كبل من تاب إلى أي فرات كما أن قال عالم العرب كنت يكون له لين بأن قال إليه هذا التاريخ اللي أنت سأل له فهمه وتاريخ بس أقالتان كذب مركاد حكمتان هذا العقل علسان ده اللي يرفع ربضان غير ما أنت شوكته ومريو كذا دعيي عرفت وين قدر أنتهي
bal ay wax arkay dad media qaar badan gasho culimada suuudiga joogta iyo kuwa kale oo master joogiyo waxay qorayaan maanta waxan loo joogin ku hadlaya dadka la xasuuqayay walaalaheena ku faraxsan in la xasuuqo in la mariyo ashahaadanaya masajid soo galay oo tukanaya maanta ka jiraan caalam islaamka ka jiraan ruka carabta dad galgashaan waa dhagahay ligu soo xobi dhagaha iyo qalbiga idinka wasto xobi meelaha badankoogana hasii raac raacina taariikhdu intaas ayay sallallahu alayhi wa sallam muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.